الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع خوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام
والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذا العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من علي فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي فان كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء